في اخر ليله من ليالي رمضان وبعد ان اعلن عن هلال العيد خرج رجل صالح من المسجد بعد صلاه العشاء ليشتري لاسرته لوازم العيد واثناء سيره في الشارع العمومي لمح صديقا له عليه دين فترك الشارع الرئيسي وسار في زقاق حتى لا يحرج صديقه واثناء سيره سمع صوت سيده تناجي ربها بدموع عينيها وتقول يا الهي أنت وحدك العالم بحالي وبحال أطفالي الثلاثة، هذه ليلة العيد ولا يوجد في بيتنا طعام لهذه الليلة ولا ليوم العيد. لقد فوضت الأمر إليك وأثق أنك لن تخذلني. حزن الرجل كثيرا بعد سماعه لهذه السيدة، واختبأ في ركن حتى ذهبت هذه السيدة لبيتها فوضع علامة عليه، ثم عاد لبيته وأخذ زوجته وذهب إلى بيت هذه السيدة وعندما دخل البيت لم يجد الرجل فيه اي شيء لا ملابس عيد ولا لحم ولا طعام فتكسر قلب الرجل واقسم بالله لهذه السيده انه لن يعود لبيته واولاده حتى يطمئن ان ابناءها عندهم ما عند ابنائه تماما ثم خرج من عندها وترك زوجته وذهب الى بائع اللحم واشترى كميه تكفي لاسبوع ثم ذهب واشترى خضراوات وفاكهه وبعدها اشترى ملابس للام وللاولاد وعاد الى البيت فقالت السيده ما كل هذا هذا كله سيتلف فثلاجتنا اخر عهدي بها عندما كانت تعمل قبل سنوات طويله فقال لها انا اقسمت بالله ان يفرح اولادك الليله كما يفرح اولادي ثم خرج من بيتها واتصل بصاحب محلات كهربائيه يعرفه ليذهب الى المحل الان فذهب صاحب المحل واخرج ثلاجه ثم اتصل بصاحب سياره وحملها عليها وذهب للسيدة وقال لها: الآن تدخلين اللحم والخضار والفواكه إلى الثلاجة وأعدي لنا كوب من الشاي. بكت السيدة وقالت: أعتذر كل الاعتذار. يمكنني أن آتي لكم بالشاي من عند جيراننا فأنبوبة الغاز فرغت منذ أكثر من شهر وقد بعتها لحاجتي لثمنها. ابتسم الرجل وقال: والله لن أعود إلى بيتي حتى أشرب الشاي عندكم. ثم ذهب وأحضر أنبوبة غاز وعاد الى السيده وقال لها الان اعد الشاي فجاء الاطفال اليه يرقصون ويقفزون ويقبلونه من الفرح وكانه اباهم وشرب الشاي ودموع فرحه تتساقط ثم خرج هو وزوجته وذهب لشراء لوازم العيد لابنائه وعاد مع زوجته الى بيتهم بعد منتصف الليل واذا ابناؤه قد ناموا فقال يا رب ان كنت قد قصرت فيهم فلاجل اخرين ثم نام قبل صلاة الفجر بساعتين، فرأى في منامه أنه يسير في طريق ما لا عين رأت، ولا خطر على قلب بشر. فأراد أن يقطف ثمرة، فقال له هذا ليس لك. هذا لعوام الناس. أما أنت فطعامك هناك وأشاروا له إلى السماء. فأخذ ينظر إلى السماء، فإذا فواكه متدلية ما رأى مثلها أبدا. فأكل منها قطعة فما إن ذاقها حتى استفاق من حلاوة طعمها. وابتسم في سعادة كبيرة وتوضأ وذهب ليصلي الفجر وينتظر صلاة العيد بل أجمل عيد مر عليه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رجل صالح حرص على العطاء بعيدا عن مدح الناس، وقصد باحسانه رضا الخالق وحده، وفي ليله من الليالي عزم على ان يتصدق بصدقه لا يعلم عنها الا الله، فخرج في ظلام الليل يبحث عن محتاج منعه الحياء من السؤال فوجد في طريقه فقيرا فسارع الى دفع المال اليه ثم استدار مبتعدا عنه حفاظا على مشاعره واصبح الرجل الصالح راضيا بما قام به واذا بالاخبار تصله ان رجلا قد تصدق على سارق ليله امس فعلم انه المقصود بذلك فحزن على ضياع صدقته ولكنه حمد الله على كل حال وعندما جاء الليل قرر أن يضع الصدقة في موضعها، فأبصر امرأة تقف في الطريق وتوسم فيها الحاجة، فدفع إليها صرة مال ثم انصرف، وفي الصباح جاءه الخبر الذي أزعجه، فقد وقعت صدقته في يد بائعة هوى، فازداد الرجل غما بغم، وقال والألم يعصر فؤاده: الحمد لله على كل حال، وفي الليلة الثالثة تصدق الرجل على غني، ليصبح والناس يسخرون من فعله. عندها سلم الرجل امره لله ورضي بقضائه وقدره ولان رحمه الله واسعه فقد جاءته رؤيا تشيد باخلاصه وتبشره بقبول صدقاته الثلاث اما صدقتك على سارق فقد استعف عن سرقته وتاب واما بائعه الهوى فقد استعفت وتابت واما الغني فقد اعتبر واصبح منفقا ففرح الرجل وعلم ان النيه والصدقه تربطهما صله اكيده تجعل من النيه سببا في قبول الصدقه عند الله تعالى حتى وان لم تقع في مكانها الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لاتصدقن بصدقه فخرج بصدقتها فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله على سارق فقال اللهم لك الحمد لاتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد زانيه فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله على زانيه فقال اللهم لك الحمد على زانيه لاتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله رواه البخاري ومسلم مثل الذين ينفقون أموالهم في سَبِيلَ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون